لو لقيت سؤال قدامك بيقول لك This glass is made of ولا made from sand. طبعا made of مصنوع من وmade from مصنوع من، هتختار made of ولا made from؟ تعال بقى نجاوب على السؤال ده كده مع بعض. This glass يعني هذا الكوب أو الكوباية دي is made from sand، مصنوع من الرمال أو الرملة. طيب أنا كده محتارة إمتى أستخدم made of وإمتى أستخدم made from؟ تعال مع بعض نتعرف عليهم ونتعلم. تعالوا بينا بقى كده واحدة واحدة نفرق ما بين استخدام made of و made from اللي هما معناهم الاتنين مصنوع من. بستخدم made of لما ألاقي أثر المادة الخام موجودة في المنتج بتاعي، يعني لو جيت قلت chairs are made of wood يعني الكراسي مصنوعة من الخشب، يبقى معنى كده واضح لما بشوف الكراسي باين عليها جدا إن هي مصنوعة من الخشب، يبقى made of ما حصلش تغيير للمادة اللي صنع منها الشيء. أما بقى made from إحنا قلنا مصنوع من ولكن حصل تغيير للمادة الخام اللي اتصنع منها الشيء. زي ما أنا في بداية الحلقة سألت سؤال قلت This glass is made from sand. This glass is made from sand. This glass اللي هو الكوب ده مصنوع من الرمال. هو أنا أول ما أمسك الكوباية وأشوفها كده قدامي هقول إن هي مصنوعة من الرملة؟ لا، الرمال حصل لها تحويلات وتغييرات ومعالجات كيميائية كتيرة عشان توصل إن هي يتصنع منها إزاز أو يتصنع منها الكوب ده. يبقى made from معناها مصنوع من ولكن حصل تغيير وتحويل للمادة الخام ما بتبقاش ظاهرة عندي في الشيء اللي قدامي. يبقى سريعا كده made of مصنوع من، أثر المادة الخام واضح في الشيء أو في المنتج اللي قدامي. made from مصنوع من ولكن أثر المادة الخام مش واضح، حصل له تغييرات كتيرة عشان يبقى الحاجة اللي قدامي. يا رب أكون قدرت أفيدكم. سلام عليكم.